ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أحبائي الصغار في فيديو اليوم، وهو خاص بالسنة الأولى ابتدائي. فلنبدأ على بركة الله. كما تشاهدون أحبائي الأطفال، لدينا على الطاولة مجموعة من الأشياء المختلفة سنحاول تصنيفها في هذه الصحون. إذن فلنبدأ. إذن لدينا هنا قلم نضعه في هذا الصحن، ونضع معه جميع الأشياء التي تشبهه، بمعنى جميع الأقلام. هكذا. نعم، قلم آخر. قلم آخر. نعم. الآن نمر إلى الكلل. إذن هذه كلة، والجمع هو كلل. نضع هذه الكلة في هذا الصحن، ونضع معها جميع الأشياء التي تشبهها، بمعنى جميع ماذا؟ الكلل. نعم، كذا. نعم. الآن لدينا هنا ملعقة، نضعها في الصحن الثالث، ونضع معها جميع الملاعق. هكذا. نعم. نمر. إذا لدينا هنا قرص، نضعه في هذا الصحن، ونضع معه جميع الأقراص لأنها تشبهه. هكذا. أقراص أخرى. إذا نلاحظ بقي لدينا على الطاولة خشيبات. إذا هذه الخشيبات نجمعها ونضعها في صحن خاص بها. كذا. إذا فنحصل في الأخير على 5 مجموعات: مجموعة الأقلام، مجموعة الكلل، مجموعة الملاعق، مجموعة الأقراص، ومجموعة الخشيبات. تلاحظون أحبائي الصغار مجموعة من الأشياء ذات ألوان مختلفة على الطاولة. إذا الآن سنقوم بتصنيفها حسب اللون. إذا نأخذ هذا القلم الأصفر ونضعه في الصحن. إذا سنضع معه جميع الأشياء الصفراء، أو جميع الأشياء التي تشبهه في اللون. إذا لدينا أقلام صفراء. أقراص صفراء. خشيبات صفراء، كذلك خشيبات صفراء، أقراص صفراء. الآن لاحظوا، الآن لدينا أقراص زرقاء، نضعها في هذا الصحن، ونضع معها جميع الأشياء الزرقاء، أو جميع الأشياء التي تشبه هذه الأقراص في اللون. إذن نضع معها أقراصا، أو عفوا، خشيبات زرقاء، كذلك خشيبات زرقاء، أقراصا زرقاء، وهكذا. إذن بقي لدينا هنا قلم أزرق. إذن لدينا هنا أقراص خضراء، نضع معها كل الأشياء الخضراء، أو كل الأشياء التي تشبهها في اللون. هكذا. إذا أقراص خضراء، خشيبات خضراء، قلم أخضر، أقلام خضراء، خشيبات خضراء، قلم أخضر، قلم أخضر، كذلك.
لدينا هنا قلم أسود. إذا نضع في هذا الصحن جميع الأشياء السوداء أو جميع الأشياء التي تشبه في اللون. إذا لدينا هنا أقلام سوداء أقراص سوداء هكذا. نعم، في الصحن الآخر نضع هذا القلم الأحمر ونضع معه جميع الأشياء الحمراء. إذا لدينا هنا أقلام حمراء، خشيبات حمراء، أقراص حمراء. إذا هذا قرص الأخضر نضعه في هذا الصحن. نمر إلى النشاط الموالي أحبائي الصغار. كما تلاحظون لدينا على الطاولة مجموعة من الأشكال، سنحاول تصنيفها حسب الشكل. إذا فلنبدأ. لدينا هنا قرص، نضعه في الصحن الأول ونضع معه جميع الأقراص. إذا لدينا هذا قرص، قرص آخر، قرص آخر، قرص آخر، قرص آخر، قرص آخر، وقرص آخر. نأخذ هذا الشكل، هو عبارة عن مثلث، نضعه في هذا الصحن ونضع معه جميع الأشكال التي تشبهه. نلاحظ مثلث، مثلث آخر، مثلث آخر، وهكذا. في هذا الصحن الثالث، نعم نسينا مثلث، نضعه في الصحن الثاني. لدينا في هذا الصحن الثالث سنضع هذا الشكل الذي هو عبارة عن مربع، ونضع معه كل المربعات هكذا. نعم، إذا قمنا الآن بتصنيف هذه الأشكال حسب الشكل. إذا فحصلنا على مجموعة الأقراص، مجموعة المثلثات، ومجموعة المربعات. نمر إلى النشاط الموالي أحبائي الأطفال. إذا كما تشاهدون على يمين الشاشة لدينا مجموعة من الأقلام الملونة المختلفة القد، وعلى يسار الشاشة لدينا مجموعة من الأقراص مختلفة القد. إذا ماذا تقترحون كمعيار لكي نصنف هذه الأقراص؟ إذا نعم، إذا يمكن أن نستعمل أو نعتمد على معيار القد، فنلاحظ أنه لدينا أقراص كبيرة هكذا، أقراص كبيرة لها نفس القد، لها نفس القد، أقراص كبيرة لها نفس القد، وأقراص صغيرة كذلك يمكن أن نقارنها متنا متنا أو ثلاثة ثلاثة أو أربعة أربعة، فنلاحظ أن كلها لها نفس القد هكذا. نعم، يمكن أن نقارن مع الأقراص السابقة فنلاحظ أن هذه الأقراص كلها لها نفس القد. نعم، نمر إلى الأقلام. إذا كما تلاحظون لدينا أقلام كبيرة وأقلام صغيرة. إذا هذه الأقلام الكبيرة كما تشاهدون أحبائي لها نفس الطول، هذه الأقلام لها نفس الطول. إذا نضعها في هذا الصحن. كما تشاهدون هذه الأقلام الصغيرة كما تلاحظون، إذا كذلك لها نفس الطول، لها نفس الطول. إذا نضعها في الصحن
ثاني. إذا كما تشاهدون أعزائي الأطفال، حصلنا على مجموعتين من الأقراص، مجموعة الأقراص الكبيرة ومجموعة الأقراص الصغيرة. الأقراص الكبيرة لها نفس القد، والأقراص الصغيرة لها نفس القد كذلك. بالنسبة للأقلام، حصلنا على مجموعة الأقلام الكبيرة التي لها نفس الطول كما قلنا، ثم مجموعة الأقلام الصغيرة التي كذلك لها نفس الطول. نعم، يمكن أن نقارنها متنا كذلك هكذا، فنجد أنها لها نفس الطول. إلى هنا نأتي إلى نهاية هذا الدرس أحبائي الصغار، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وإلى اللقاء في فيديو جديد إن شاء الله.